للمزيد حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب ممدوح الصالح، عضو البرلمان البحريني، عضو البرلمان العربي. أهلا ومرحبا بك سيد ممدوح. ما هي أبرز المخرجات التي تمكن هذا المنتدى من الخروج بها اليوم بما يفيد مصلحة العالم العربي بأسره؟ يعطيكم الصحة والعافية. طبعا من أهم التوصيات اللي خرج فيها المنتدى إعداد استراتيجية عربية متكاملة ومشتركة لتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية لتنمية اقتصادات الدول العربية، وطبعا إلى أهمية قصوى للأمن الغذائي العربي بإنشاء مجلس خاص يضم الجهات ذات الصلة وإنشاء مجلس خاص بالأمن الغذائي يضم الجهات ذات الصلة كذلك، والاهتمام ببناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجال الشراكة بين قطاع الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز القدرة الاقتصادية العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة الصدمات من خلال إصلاحات هيكلية جذرية تعيد الاعتبار لقطاعات اقتصادية رئيسية مثل قطاع الزراعة والصناعة، وتزيد من قدرة هذين القطاعين على دعم الناتج والتشغيل وزيادة مستويات الإنتاج. سعادة النائب، هناك بعض النقاط التي وردت في البيان الختامي للمنتدى، منها ما يتعلق بأدوار يعني حكومية صرفة تتعلق بتسهيل انسياب البضائع والسلع وتشجيع قيام الاستثمار أيضا، لكن هناك أحد هذه التوصيات يتعلق بأهمية قيام البرلمانات العربية بتهيئة بيئة تشريعية في الدول العربية تناسب لتشجيع الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية. ما هي الآلية التي قد يضمن البرلمان العربي من خلال هذا المنتدى أن تطبق هذه التوصية في جميع البرلمانات العربية؟ طبعا من أهم الأمور واقعا في يعني البرلمان العربي وهو يعني سن التشريعات الاسترشادية من أجل الوصول إلى حلول ممكن من خلالها وضع بعض النقاط اللي ممكن أن احنا نساهم بشكل مباشر لحلحلة هذا الملف المهم وهو التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وأهمها لما نتكلم عن لوجستيا بالنسبة لطرق الشحن والمواصلات اللي تكون دائما تكون مفتوحة بين الدول العربية بينها وبين بعض. نعم، من القاهرة سعادة النائب ممدوح الصالح، عضو مجلس النواب البحريني وعضو البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.